الأحد الثالث من شهر كيهك، إنجيل العشية، من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا، لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له. ها هنا أسكن لأني أردته، لصيدها أبارك بركة هللويا. من إنجيل معلمنا مرقس البشير بركاته على جميعنا. وللوقت كان في مجمعهم رجل به روح نجس، فصرخ قائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا؟ إننا نعرفك من أنت، قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس وأخرج منه. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. فخافوا كلهم، حتى سأل بعضهم بعضا قائلين: ما هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر الأرواح النجسة فتطيعه. فخرج خبره للوقت في كل موضع في الكورة المحيطة بالجليل. وللوقت لما خرجوا من المجمع دخلوا بيت سمعان وأندراوس، ومعهم يعقوب ويوحنا. وكانت حماة سمعان مضطجعة محمومة، فللوقت أخبروه عنها، فتقدم وأقام ماسكا بيدها، فتركتها الحمى وصارت تخدمهم، والمجد لله دائماً.